كلام بسيط. انا عارف ان يوم السبت ده ابلغ ولا سيما في الكلام بتاعنا بيبقى ليه صار. فانا اتكلم عن الصلاه في حاجه بسيطه والرب يدينا وقت تاني وسطي. بس قبل ما اتكلم عن الصلاه ده هاخد شاهد من انجيل البشير مرقس اصحاح واحد. وهاخد تأمل وهاخد كلمات تانية في انجيل البشير يوحنا اصحاح اربعه. اقرا من عدد 14 لعدد 20 يعني 6 اعداد. لو قلت انتم معايا 3 اعداد وانا 3 اعداد يبقى شيء جميل جدا. يبقى كده احنا يعني قرينا الكلمه مع بعضين. امين. من عدد 14 انا هقرا عدد وحضراتكم عدد. وبعد ما اسلم يوحنا جاء يسوع الى الجليل يكرز ببشاره ملكوت الله. وفيما هو يمشي عند بحر الجليل ابصر سمعان وانظران استخاه يلقيان شبكه في البحر كانهما كانا صيادين. فللوقت ترك شباكهما وتبعاه. فدعاهم للوقت فترك اباهما زبدي في السفينه مع الاجرى وذهب ورائه. ايضا البشير يوحنا اصحاح اربعه من عدد 21 انجيل البشير يوحنا اصحاح 4 عدد 21. قال لها يسوع يا امراه صدقيني انه تاتي ساعه لا في هذا الجبل ولا في اورشليم يسجدون لله. انتم تسجدون لما لستم تعلمون، اما نحن فنسجد لما نعلم، لان الخلاص هو من اليهود. ولكن تاتي ساعه وهي الان حين الساجدون الحقيقيين يسجدون لله بالروح والحق، لأن تفترض مثل هؤلاء السيدين الحقيقيين. الله روح والذين يسجدون لله بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. أمين. إلى مصراك يبارك لنا هذه القراءة. لا يخفى على كل دارس الكتاب المقدس يعرف حقائق عن الكتاب المقدس. الكتاب المقدس يتكون من 66 سفر زي ما حضراتكم عارفين، 39 عهد جديد 27 عهد جديد. يتكون حوالي من 311,000 آية. يتكون من 431,000 كلمة. يتكون من 3,567,000 حرف. الكتاب المقدس والكلام العظيم سواء حرف او كلمه او ايه ليها قصد وليها هدف اساسي عظيم جدا. والكتاب المقدس من التكوين للرؤيه يمشي في خطين متوازيين لا ثالث لهم. الخط الاولاني مجد الله، والخط الثاني مجد اولاد الله. الخط الاولاني الله عايز ناس على صورته وشبهه، وده اللي جاله في تكوين واحد عدد 26 و27. نخلق الانسان على صورتنا، وهو حط الخطه وحط الهدف وحط الترتيب الالهي عشان يصل الى هذا الهدف المجيد. مهما تقف كل قوات الشر لابد ان يصل الله له كل المجد بهذا الهدف. حضرتك لو تمشي بالكتاب المقدس من التكوين للرؤيه تلاقي الخط ده ماشي واحد. اللي جاله في تكوين واحد يحصل في رؤيه 22. وفي وسط الطريق في القيامه بعد القيامه الله اوجد الانسان اللي على صورته ومسأله. في القيامة الرب حقق الهدف الأساسي بتاعه، أوجد عنده ناس
على شبه ومثل. وكل واحد في كنيسة الله ليه خطة وليه عمل وليه ترتيب. وأصلي من كل قلبي إن كل مؤمن وكل خادم يعرف خدمته وما يحدش عنها وما يحاولش ياخد خدمة غيرها، لأن الله وضع لكل خادم برستيج معين، خدمة معينة، نظام معين، الراعي في الرعاية، المعلم في التعليم، المبشر في التبشير، الكارث في الوعظ. وفي أنواع خدم كثيرة في التدبير في الكنيسة. وحضراتكم أعتقد معلمين، وأبونا جسيس الرب يبارك ويستخدم. في الأعداد اللي جريت على حضراتكم الرب ماشي له كل المجد ساف. بطرس وإندراس دول بيعملوا إيه؟ بيقفوا الشبكة. خدمتهم يصطادوا. الخدمة بتاعتهم الأساسية يصطادوا. بعد شوية مش يجي إنسان مش عم تصطاد ولا تعمل حاجة لكن قاعد تصلح الشباك. ففي خادم يصطاد وفي خادم يصلح الشباك. الشباك في كلمة الله تمثل الكنيسة. الشباك في كلمة الله تمثل الكنيسة. لأنه لما بنرميها في البحر بيطلع فيها سمك جيد وسمك مش جيد. والكنيسة فيها حقوق كتير للمؤمنين وغير المؤمنين. ففي ناس في الكنيسة صيادين يعرفوا يصطادوا. لكن أوجب الله في الكنيسة ناس تصلح الشباك. يوحنا ابن زبدي وأخوه يعقوب مهتمين جدا بإصلاح الشباك. ولذلك في كتابات يوحنا الرسول ما يهتمش أبدا بنسب المسيح. ما يتكلمش خالص عن نسب المسيح. ولما ينتقي ينتقي المعجزات الأساسية والمهمة في حياة المسيح. ما يتكلمش عن سلالة المسيح الملوكية أبدا. لكن يهتم بحاجة أسمى وأهدف اللي توصل الإنسان إلى الحق الإلهي وتخليه يمشي الحياة المستقيمة مع المسيح. فنلاقي كتابات يوحنا الحبيب تأتي دائما آخر حاجة. إنجيل يوحنا آخر الأناجيل، رسائل يوحنا آخر الرسائل، سفر الرؤيا يختم الإنجيل. والكتاب المقدس فيه تدرج فيه تدرج فيه تدرج. فمثلا الأناجيل تعلن خلاصنا، سفر الأعمال إيضاح خلاصنا، إذاعة خلاصنا، الرسائل إيضاح خلاصنا، سفر الرؤيا إتمام خلاصنا، الأناجيل تعلمنا خلاصنا، الأعمال إذاعة خلاصنا، الرسائل إيضاح خلاصنا، سفر الرؤيا إتمام خلاصنا. متى يبدأ بالقيامة؟ مرقس آسف، متى ينتهي بالقيامة؟ مرقس ينتهي بالصعود، لوقا ينتهي بوعد الروح القدس، إنجيل يوحنا ينتهي بالمجيء التاني. فيوحنا بيصلح الشباك، إيه يعني يصلح الشباك؟ عايز يرجع الشباك لحالتها الأولانية اللي كانت عليه. عايز يرجع الناس للحالة الأولانية الأساسية اللي كانت عليها. فأغلب كتابات يوحنا يتكلم على حاجتين مهمين. أولا الحياة الأبدية ثم المحبة الأخوية. ولذلك أطلق على يوحنا يوحنا الحبيب. لأنه دايما يتكلم عن المحبة. في إنجيل يوحنا بيورينا حاجة مهمة جدا عن السلوك. الصلاة مهمة والترانيم مهمة جدا، بس الاثنين دول يقودونا إلى السجود. ولذلك في أصحاح 4 مهم جدا يركز على السجود. هو في فرق بين الصلاة وبين السجود؟ في فرق بين الصلاة وبين الترانيم وبين السجود. الصلاة هي مشغولية النفس
أعوازها واحتياجها. أنا محتاج بصلي، أمريض أحد بينكم فليصلي ويدعي شيوخ الكنيسة. فالصلاة أهم أساس فيها حاجة هو احتياجي أنا، احتياجي أنا. طب والترانيم؟ الترانيم هي مشغولية النفس بما حصلت عليه نتيجة الصبر. أنا بصلي لأجل مشكلة والمشكلة اتحل، فأنا فرحان ومبسوط ومتهني. فالترانيم مشغولية النفس بالبركات التي حصلت عليها نتيجة الصلاة. لكن السجود هو مشغولية النفس بالله نفسه. السجود مشغولية النفس بالله نفسه، والله طالب مثل هؤلاء الساجدين الحقيقيين بالروح والحق ينبغي أن يسجد. مشغولين بصفاته، مشغولين بأعماله، مشغولين بشخصه الكريم المبارك. فالسجود هو المشغولية الأساسية للنفس بحلاوته وصفاته بعظمة شخص الكريم المبارك. المصلي دائما وأبدا يفتح إيديه عشان إيه؟ معايا ولا لا؟ فالمصلي دائما يفتح إيديه عشان ياكل. المصلي يفتح إيديه عشان ياكل. لكن الساجد يفتح إيديه عشان ياكل. واخدين بال حضراتكم؟ المصلي يستقبل من الله عطايا، لكن الساجد يعطي الله عطايا، يقدم للرب. المصلي يهتم بالعطية، لكن الساجد يهتم بالعاطي. المصلي يهتم بالعطية، لكن الساجد يهتم بالعاطي. وأهم حاجة تهتم بالعاطي. عروس اللي فيكتوا منه ايه؟ اين ترعى؟ مش اين انا ارعى؟ مش اين انا اكل؟ لا، اين ترعى؟ اين ترعى؟ ايه الاكل اللي يشبع قلبك؟ ايه الصلاة اللي تلذذ شخصك؟ ايه السجود اللي تبدا فيه انت متنعم؟ أين طرف؟ أين طرف برد الظهير؟ إحنا نصلي كتير، لكن السجود بتاعنا مرات كتير هيكون قليل. مر السيد على 10 جمعهم ظرف واحد، أعتقد في لوقا 17، جمعهم ظرف واحد ومكان واحد ومرض واحد. 10 واحد واقف يقول يا عيني انت السبب، واحد بيقول فكري هو السبب، واحد بيقول لساني هي السبب، واحد بيقول ايدي وسلوكي وظروفي وقلبي وكياني. والعشرة جمعتهم مكان واحد، جمعهم ظرف واحد خارج البلد.